نعت وسائل إعلامية عدة الناشط الإعلامي أسامة جمعة الذي استشهد خلال تغطيته القصف الجوي على حي الزبدية بحلب. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين خلال شهر أيار الماضي، مشيرة إلى مقتل 10 إعلاميين، 6 منهم على يد تنظيم الدولة وقوات النظام. في هذا المكان سقط غارة روسية وضعت حدا لحياة الناشط الإعلامي أسامة جمعة خلال تغطيته للقصف على حي الزبدية بحلب. وحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القصف الجوي هو المسؤول عن 60% من الضحايا الإعلاميين. اليوم 12 للحملة العسكرية على حلب للقصف الشديد، كما وثقت مقتل 10 إعلاميين في عموم سوريا خلال شهر أيار، واعتقال وخطف 7 غيرهم وإصابة 8. تنظيم الدولة احتل مركز الصدارة في الانتهاكات بقتل 4 مصورين على جبهات ريف حلب الشمالي، وهم محمد الخطيب وأيمن العقدة ومحمد بكار ومحمود الوحش، كما قتل فصيلة لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى المرتبطان بالتنظيم الناشط حميد الجيوش، وجرحت الناشط محمد الزامل بريف درعا الغربي. تمعنا اليوم نوصل رساله للعالم كله وللعدوان الروسي خصوصا بانه الطائره لن تواجه الكاميرا ولن تطفي طائراتكم عدساتنا، سنستمر بنقل الحقيقه وتعريض اكاذيبكم التي جاءت قوات النظام بالمرتبه الثانيه بقتل اعلاميين هما عبد عمر امين في قصف صاروخي على مدينه حلب ومهند زريق في قصف بالبراميل المتفجرة على ريفها، وتساوت هنا بالمرتبة الثانية مع فصيل جيش الفسطاط المرتبط بجبهة النصرة والمسؤول عن قتل الناشطين أكرم رجب وفاروق عبد الرزاق. حمدي يحيى ارفع راسك، ارفع صورك بس ارفع راسك شوي، خبي خبي خبي. فيما احتلت قوات النظام الصدارة بالمسؤولية عن الإصابات في صفوف الإعلاميين، فأصيب أبو تيم الحلبي المصور لدى مركز حلب الإعلامي بغارة جوية، وجلال سليمان مراسل الجزيرة الفضائية بريف حمص، والناشط محمد الرفاعي بغوطة دمشق الغربية برصاص قناص، كما أصيب الناشطان حكيم أبو ريان وحسن العمر في قصف مدفعي على ريف حما الجنوبي. وتصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا شهريا يرصد الانتهاكات بحق الإعلاميين، آخذة بعين الاعتبار دورهم البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح. تنظيم داعش خصوصا في ريف إدلب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب الصحفي حافظ قرقوط. بداية أهلا بك أستاذ حافظ. يعني أستاذ حافظ، العمل الإعلامي يسير من سيء إلى أسوأ، لماذا برأيك؟ لأنه من بداية الثورة حقيقة واضح أن النظام حط رأس الدرس الإعلاميين، لأن الإعلاميين هم اللي بيحكوا الصورة بنقل الكلمة، وهم اللي يعني سببوا بحرج في بداية الثورة للنظام أثناء القصف أو القنص أو الاعتداء أو الضرب في الشارع. وتطلق هذه الحالة بخطة متكاملة أنشاء النظام لقيادة الإعلامية، من معروف عالميا بأن الإعلام هو سلطة حقيقية قائمة الرابعة طبعا سنية، وهو كاشف للحقائق وكاشف لكل شيء في كل دول العالم الاستبدادية. أول ما يحارب الإعلام لتغطية الحقيقة عن الجمهور المتلقي. الإعلامي هو يعني حقيقة رجل يقدم المعلومة للشعب ويقدم المعلومة للناس، هو جزء من حماية للمجتمع حقيقة من الخطر، لكن للأسف أغلب الإعلاميين عفوا بحياتهم نتيجة شجاعتهم نتيجة عملهم. يعني الله يرحم يعني زميل الإعلامي كل زملائه كتبوا عنه، أنا قريت امبارح، أنا ما بعرف بشكل شخصي، الكل كتب عن أخلاقه وعن شجاعته وعن تميزه وعن سلوكه الحتى مع الجميع، في نفس الوقت عن احترامه لمهنته واحترامه للطرف الآخر على ما يبدو. يعني لا التنظيمات الظلامية
مثل ما يعني زميلنا في حلب اليوم، لا تنظيمات الظلميه عم ترحم حدا ولا النظام عم يرحم حدا، لانه دائما المتهم اللي بيتقن الجريمه بخاف من كشف هاي الجرائم، واعلاميين ما تعملوا بدورهم بوضوح بكشف هاي الجرائم او اقل ما يمكن بالقاء على الاساس تبعها. جميع الاحوال الثورة تبعنا نحن نشهد له بانه لاول مره في تاريخ البشريه نقلت الثورة على الهواء مباشرة من كافة القرى والمناطق والأحياء والمدن، وهي تسجل إعلاميين الشباب بكاميرات الموبايل ببدايات قدروا يتوقفوا يوقفوا في شغلات الآن بكاميراتهم أيضا تنقلوا ليوقفوا. نعم يعني أستاذ حافظ، يعني تقرير الشبكة السورية أشار إلى أن جميع الأطراف تورطت بقتل العاملين بالمجال الإعلامي خلال شهر أيار، كيف تقرأ ذلك؟ ما في شك يعني نحن حتى في بعض الفصائل للأسف محفوظة على الثورة حتى قامت بحجز واعتقال عدد من الإعلاميين، لا تقل حدا ترجع تحط تراحه ترجع نتيجة يلا انه كتب مقال او حكى كلمة او نقل خبر من الدنيا، هذا الكلام ما بيجوز بموسم من الدول حقيقة. يعني كان المتهم الأساسي للنظام هو خصم حقيقي للإعلاميين وبعض التنظيمات المتطرفة وهي خصم حقيقي للإعلاميين، لكن ايضا من بعض الفصائل المحسوبة على الثورة صارت تتصرف كأمراء حرس في بعض المناطق، وصار بعض الإعلاميين الذي قدم تقرير من هاي الحارة او تلك الحارة على مستوى التراب السوري وليس بالشمال السوري فقط، على مستوى التراب السوري لازم اذا بدك تقدم من هاي الحارة تقرير لازم يكون تحت رضا قائد هذا الفصيل، اذا بدك تنتقل على مكان اخر او لتجمع اخر ايضا لازم يكون تحت رضا هذا الفصيل او قائد هذا الفصيل. هل يوجد نقابة صحفيين ومنظمات سورية تدافع عن حرية الصحافة، وهل لها تأثير حقيقي؟ نأمل أن يتم ذلك، حتى الآن ما في شيء واضح، ما في شيء ممكن الاتكال عليه، عبارة عن تجمعات بسيطة ما تقدم وتأخر وما إلى كلمة، ما حدا بيسأل وتقارير غير مؤثرة اليومية. بما في حتى المنظمات المسؤولة عن حقوق الإنسان يعني تقدم تقارير لكنها غير موجودة، لكن أيضا هيئة الصحافة لحد الآن ما نجحت لا نقابة صحافية ولا رابط صحافي ولا أي تجمع صحافي يمنح كافة الإعلاميين أو يمنحهم أقل ما يمكن مرجعية أو سند، ما زالت الأمور في بداياتها لأن الدولة السورية الجديدة أصلا ما تكونت ما تشكلت وجود هذا الظلم تداخل الظلم ودائما المفاجآت العربية. نعم شكرا لك الصحفي السوري حافظ قرقوط، كنت معنا من مدينة غازي عنتاب التركية.